يقول السائل: هل من نصيحة توجهونها للذين يستعدون للاحتفال بالمولد النبوي؟ ننصحهم أن يتقوا الله وأن يتركوا البدع، هذا بدعة. الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. كيف بدعة؟ البدعة ما هي يا عباد الله؟ البدعة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبقوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن ذلك المولد، لم يفعله الرسول ولا أمر به ولا فعله الصحابة، خصوصا الخلفاء الراشدون ما فعلوه، ولا القرون المفضلة الأربعة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أدل على أنه بدعة، لأنه ما حدث إلا بعد القرون المفضلة. فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويدخل في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فنوصي المسلمين أن يتركوا هذه البدعة، لأنها شر. البدع شر وليس فيها خير، كل بدعة ضلالة، البدعة ضلالة فهي شر. الذين يعملون هذا ويظنون أنهم يعملون خير، لا، يعملون ضلال. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قول الرسول، يقول ضلال، كل بدعة ضلالة، والمولد الاحتفال بالمولد بدعة فيكون ضلالة وليس خيرا. والمسلم يدور الخير ويبحث عن الخير، ولا يجامل ويقلد الناس وهم على غير دليل وعلى غير هدى. هذا هو الواجب على المسلمين، أن يحيوا السنن وأن يميتوا البدع، هذا هو الواجب على كل مسلم.